استراحة على الطريق، وعيد يتعامل مع المطعم مثلما يتعامل مع أي موقع من مواقع على خطى العرب، لكنه لحسن الحظ أبقى على فارق بسيط بين الموقع والمطعم. في الأول يوثق وفي الثاني يقلي البيض. ساعدهم عشان يصير أنظف وأضمن، عشان خطى العرب ما يجي توجعكم وبطونكم، فلازم نشرف على العرب، ما يصلح نخليه يبطرس حاله. ولا شيء في الليل، ولا العب بالون، ولا تابع مباراة النصر والهلال. شاهي دودو سليماني سليماني بال 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 ها ملك 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 دود بداية اليوم المختلفة كان ختامها أيضا مختلف، حين شارك عيد الطاولة مع زبون يرتدي العمامة الأغرب في مكة ذلك النهار. الآن لن نقول وين تقع منات، منات فوق هذا الجبل، أزيلت منات، هدمها الإسلام الحمد لله، وهذا من فضل الله علينا، أزيلت وانتهت ولم يبقى منها شيء. لكني أنا ما أبغى أحد بكرة يجي يقول لي ديدي يوم سعيدي وليش أنت جيت وتقول منات. هذه معرفة، إحنا نريد نعرف الناس، هذه المعرفة. والله ننام أنا وفريقي خطى العرب، ننام على هذه الصخور ونتعب ونعرض أنفسنا للمخاطر، من أجل ماذا؟ من أجل أن نحول المعلومات إلى معرفة. فلما نقول أن منات فوق المشلل قديما قبل ما يهدم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، هذه من باب المعرفة. الركب النبوي لما خرج من أم معبد من خيمته مشى باتجاه الشمال طبعا نحو المدينة، لكنه هذه المرة وازى وادي قديد، مع أنه طريق قوافل وممكن العين تراه، ولذلك أدركوا سراقة بن مالك. سراقة بن مالك لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي وادي قديد ممكن ما رأوه بني كنانة، لكنه ضروري يوم لأنه يبغى ماء يبغى أكل، لأن المنطقة وعرة لازم يمشي مع الوادي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مر من جانب خشم المشلل اللي حرة المشلل اللي هي القديدية، ذاهبا إلى على وادي قديد يوازيه، ثم
سيعارضه في النقطة اللي نبي نروح لها الآن، سيعارضه يعني يقطعه، يقطع الوادي، وكان يمشي بجانبه والآن سيقطعه، ثم أيضا يستمر بجانبه ثم يقطعه مرة أخرى في مكان آخر. وفي هذا المكان وادي قديد نزلت آية شهيرة، قال تعالى على متكلما عن دور المنافقين، طبعا نزلت آية عبد الله بن أبي سلول، يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. الرسول صلى الله عليه وسلم غزا قريبا من قديد في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، غزا بني المصطلق، وهو أن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي جمع جمعا للمسلمين، فسمع الرسول بهذا الخبر فخرج قريب من وادي قديد لكن من جهة الغرب، لماء هناك، ماء يعني بير، ماء يسمى المريسيع بالسين، لكنها الآن البادية والناس يسمونها المريصيع بالصاد. غزا الرسول هذا المكان وتلاقى وهيام وتراموا بالسهام وهزموهم هزيمة النكرة، هزمهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. في غزوة بني المصطلق حدث حديث الإفك اللي افتراه المنافقين على أمنا عائشة رضي الله عنها وبرأها الله في صريح القرآن. إذن الركب النبوي مر من هنا، وأيضا غزوة بني المصطلق عنا غرب على ماء المريسي أو المريسيع قديما ويسمى الآن المريسي. هذا جبل جمدان، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في الهجرة مع صاحبيه جاء غربي، مشى غربي جبل جمدان، يعني ما كان يرى جمدان بالعين المجرد، كان غرب هذه الحرة اسمها حرة أمج ليجتنب طريق القوافل. أما هذا الطريق بين حرة أمج وبين جبل جمدان، هذا هو طريق البخور القديم، هذا هو طريق الأنبياء، هذا هو الطريق الأساسي بين مكة والمدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم خارج من مكة، فجاء حوالي 7 كيلومتر خلف هذه الحرة، حرة أمج. طريق الهجرة الذي يمشيه فريق على خطى العرب هو طريق التضاريس والتكوينات الطبيعية المختلفة، رمال تمتد وصخور سوداء تنتشر عليها وكأن أحدا دفع بها من سطح القمر. هذا المكان يسمى كراع الغميم، والكراع هو الطرف، هذا الساق اللي ما فيه لحم يسمى كراع. ليش سمي كراع؟ لأنه جزء خارج من حرة ضجنان، هي حرة لكن في هذه المنطقة نرى الرمال مختلطة بالصخور، فيسمى أيضا برقاء الغميم، كما يقول طرف ابن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباق الوشم في ظاهر اليد. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصاحبيه في الهجرة مرا بجانب كراع الغميم متجهين، ثم جاء على يمينهم ضجنان إلى المدينة. هذا المعلم وقعت عنده حوادث عدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهو أبو بكر مارين للهجرة التقى
ببريدة، الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ومعه 80 بيتا من قومه، من قوم بريدة، وصلهم عشاء في ذاك المنطقة وأكراع الغميم عن يمينهم، فصلوا العشاء وأسلموا جميعا. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على بريدة أوائل سورة مريم. هذا الحادث الأول. الحادث الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما نزل بعسفان قريب من كراع الغميم وهو متجه للحديبة، متجه للعمرة التي لم تتم، وسمعوا قريش بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، أرسلوا خالد ابن الوليد على 200 فارس، ما معهم إبل ولا شيء، خيل فقط، وخيم في هذا المكان. خالد بن الوليد خيم في هذا المكان ليصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة. الحدث الثالث اللي حصل في كراع الغميم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعدما وقع صلح الحديبية في تحت شجرة اللي تسمى بيعة الرضوان، ورجع قادما قافلا إلى المدينة وهو في هذا المكان، نزلت أوائل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الآن وصلنا إلى أسفل عسفان. الركب النبوي في الهجرة مرة غربي، أسفل عسفان جاي من جنوبه من مكة إلى المدينة. في هذا المكان في عسفان سنة صلاة الخوف. احنا قريبين من كراع الغميم، والتقى الجيشان، تراءى جيش خالد بن الوليد 200 فارس مع الرسول في هذا المكان، وكانت صلاة العصر، كان خالد بن الوليد ينتظرهم يصلون علشان يهجم عليهم، فسن الصلاة العصر الخوف، فلم يستطع خالد بن الوليد. أهل مكة إذا خرجوا مسافرين إلى المدينة يقصرون بعسفان، لأنه يبعد 78 كيلو عن الكعبة و70 كيلو عن حدود الحرم. مثلما تعبر الشاحنات ووسائط النقل الأخرى طريق مكة المدينة السريع اليوم، كانت القوافل تعبر ذات الطريق أيام الإسلام الأولى. النبي اجترح لهجرته طريقا يقترب ويبتعد، يتقاطع وينعطف مع طريق القوافل، راسما مسارا دخل التاريخ وكتبه. وبعدما خرج الركب النبوي سالما من وادي قديد بعد حادثة سراقة بن مالك، وصلوا إلى الجحفة. أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط نزلوا الجحفة. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ليش؟ لأنه تذكر مروره من هنا على طريق
رحلة الشتاء والصيف يوم كان يخرج متاجرا إلى الشام، فنزل إليه جبريل فقال له: أتشتاق إلى بلدك وإلى مولدك؟ قال: نعم. فأنزل قال أنزل له الآية، قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذن هذه الآية ليست مكية ولا مدنية، نزلت بالجحفة، يعني الذي فرض عليك القرآن سيردك إلى بلدك ظافرا مظفرا. إذن هذا المكان بعد الإسلام أصبح ميقات لأهل الشام وأهل مصر، يحرمون منه ميقات. الآن هذا المبنى الخلفي المبني من الحجارة الحرة البركانية الضخمة ومبني بالجص وعرضه يتجاوز المترين ونصف بأقواس عباسية، يعود للعصر العباسي، يعني عمره يصل إلى 1300 سنة وبقي صامدا إلى اليوم بدون تجديد، إلى الآن صامد. انظروا إلى الجبس المشوي اللي موضوع بين الحجارة. هذا الحصن وأسفل منه المدينة، البلدة، بلدة الجحفة قديما، الآن هي مدفونة بالرمال وعليها الشبك ولم ينقب عنها. حتى هذا الحصن نشوف آثار تنقيب لكن لم يكتمل، وفيه آثار ناس سارقين جو يبحثون عن الآثار، كأي مكان عندنا للأسف كثير من الأماكن تعرضت للتحفير والتخريب. في هذا المكان من القصص اللي حصلت في هذا المكان، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل من المدينة في عام الفتح لقيه العباس، عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، جاء مهاجرا هو وعياله. تعرفون العباس تأخر بالهجرة، فلقي الرسول هنا وسر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع هو وياه. طبعا أكملوا الطريق، العباس رجع أما الرسول جاي، أكملوا الطريق إلى مكة. وأيضا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما وصل إلى المدينة واشتاق مرة أخرى إلى مكة بالقصة المشهورة بينه وبين لما مرض أبو بكر وبلال وحن بلال إلى وطنه فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن مياه مجنة ويبدون لشامة وطفيل. فذهبت عائشة فأخبرت الرسول فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وقال: وصححها لنا، يعني صحح المدينة. المدينة مشهورة بالحمى، وأم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت بسبب حمى المدينة، وصححها لنا وانقل حماها، يعني الحمى، إلى الجحفة. فهذا دليل أن الجحفة كان فيها مياه، ليش محطة على درب القوافل؟ أيضا هنا البادية يسمون هذا قصر عليا، زوجة أبو زيد الهلالي اللي عاش قبل 700 سنة، وحنا عندنا بالسعودية ظاهرة واضحة، كل شيء قديم ينسبونه لأبو زيد الهلالي، سواء يشوفونه بالشمال، بالجنوب، بالشرق، كل شيء أبو زيد وعليا، لكن هذا كما قلنا أنه عباسي. طبعا كل هذه المنطقة الساحل الغربي هي مضارب وأماكن حن إليها العاشق الشهير العربي كثير عزة، لذلك يقول: عفا رابغ من أهله فالظواهر، فأكناف هرشا قد عفت فالأصافر، مغان يهيجن الحليم إلى الصبا، وهن قديمات العهود دواثر، لليلى وجارات لليلى كأنها نعاج الملا تحدى بهن الأباعر.